الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الحزن إلى الفرح ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين ولك في جميع أمورنا راجين ولك في كل شهورنا ذاكرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا عظيم المن يا جزيل الصفح يا من ستر القبيح وأظهر الحسن يا من لا يؤاخذه بالجريرة ولا يهتك الستر ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا فيما جرت به المقادير وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين وممن يأخذ كتابه باليمين وممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا اللهم يسر حسابنا وسهل تجاوزنا على الصراط يا رب العالمين وأكرمنا بجوار سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم ارزقنا التمسك بسنته اللهم أوردنا حوضه اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا وعاف آبائنا واعف عن آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا وذرياتنا وأزواجنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الليالي الشريفة وفي هذه البقاع المنيفة أن تمن علينا، أن تمن علينا، أن تمن علينا بالعتق من النار. اللهم أمن علينا بالعتق من النار ووالدينا وإخواننا المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر شهر رمضان بعتق رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن كتبت له العتق من النار، ووالدينا وولاة أمرنا وعلمائنا ومن له حق علينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك تمن على عبادك بنزولك إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولاً يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا نتوب إليك فتوب علينا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونسألك وندعوك فأجب دعاءنا وحقق سؤلنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذع ومن سيء الأسقام، ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا 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 والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم ارفع عنا كورونا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنك قلت على لسان خليلك عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، فاللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم لك الحمد على نعمة الشفاء والتعافي من هذا البلاء، اللهم فزدنا من الشفاء والعافية، اللهم فزدنا من الشفاء والعافية. إلهنا إلهنا، حار الطبيب وعجز المريض وعز الداء واستفحل الدواء، وأنت الشافي المكافي الكافي والمعافي،
اللهم ارفع عنا هذا الداء، واكشف عنا هذا الوباء والبلاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك السعادة، وممن ضمنت لهم الحسنى وزيادة. اللهم إنا نسألك عيشة سوية، اللهم إنا نسألك عيشة سوية وميتة هنية وحياة رضية، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم واغفر لموحد هذه البلاد المباركة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وارحم واغفر لولاة أمرنا الذين تتابعوا بعده، وخص بالتوفيق والتسديد والتأييد إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز، يا كريم يا عزيز، لما تحب وترضى. اللهم اجزه خير الجزاء وأوفره، كفاء ما قدم للإسلام والمسلمين. اللهم وفق يا منان ولي عهده عبدك محمد بن سلمان، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه للرؤية الصائبة والنظرة الثاقبة فيما يعز الإسلام ويصلح المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم اكتب لهم في طاعتك عمرا مديدا، عملا فريدا، ورأيا رشيدا، وقولا سديدا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما ألم بنا من هذه الجائحة خيرا لنا في ديننا ودنيانا، يا ذا الجلال والإكرام، واجعله طهورا يا كريم يا رحيم يا عظيم يا حليم، يا ذا الجلال والإكرام. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور، يا رحيم يا غفور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وولاة أمرنا وعلماءنا وقضاتنا ودعاتنا ورجال أمننا وشبابنا ونساءنا بسوء، فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى على من آذانا
وآذى المسلمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ورد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم أعذنا وإياهم من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، زينهن بالحياء والحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا إخوانا كانوا يصلون معنا وكانوا يختمون معنا القرآن العظيم، وهم الآن في بيوتهم حبسهم العذر. اللهم فأشركنهم، اللهم أشركهم معنا في الأجر، وعمنا وإياهم بالمثوبة يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك التوفيق في هذا الشهر الكريم وختامه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك ورضوانك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خير الجزاء على ما قدموا لحفظ أمن هذه البلاد وقاطنيها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المرابطين وجنودنا على ثغورنا وحدودنا، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عافي جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين. اللهم وفق العاملين في خدمة الحرمين الشريفين، اللهم وفق منسوب صحتنا ورجال أمننا، اللهم وفق رجال حسبتنا، وفق الجميع لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. فليس في الوجود إله غيرك فيرجى، وليس في الكون رب سواك يدعى يا ذا الجلال والإكرام. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب إلا سواك. نحن في بيتك المعظم وفي حرمك المقدس وفي بيتك العتيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرتها وآخرها وعلانيتها وسرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعذنا من الفتنة، اللهم أعذنا من الفتنة ومن دعاتها ومن قنواتها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول وفتنة العمل وفتنة التغريدات يا رب الأرض والسماوات. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم ومواقع التواصل، واجعلها في عز الإسلام يا
وجمع كلمة المسلمين وخدمة الدين والأوطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، والجنة دار السلام، وليلة القدر ليلة السلام، فعمنا بالسلام، عم الأنام بالسلام يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. سبحانك أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم فتقبل دعواتنا وحقق فيما يرضيك آمالنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، على آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.